يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل، ما معنى لا يسأل؟ هذا خبر، لا يسأل يعني لا تسألوا، واضح؟ يخبر بأنه لا يسأل، إذن ليس من حقك أن تسأل. يعني يقول الله عز وجل: فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما في جدال في الحج، ضرب ضارب الناس، كيف ما يقول ما في جدال في الحج؟ ها ايش معه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ يعني لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا. مش معنى ان ما في لن يقع الجدال، الناس تتجادل ويفعلون. اذا قال قال لا كلام، يعني ايش فيكم؟ يعني لا تتكلم. ربنا يقول لا يسأل، لا يسأل يعني لا تسألوا. من أنت حتى تسأل رب العالمين؟ الناس لا، الناس هم ناس عبيد مخلوقون من نطفة. إذا سألت عن خصوصياته ما ليش تسأل؟ مو من حقك تسأل، صح ولا لا؟ يكون في الغرب يا ويك سألته كم معاشك كم راتبك، هذا عندهم ها سؤال يعني ما لا. والمرأة حتى هنا لا تسأل كم عمرك ولا كم وزنك، هذا عندهم خط أحمر. طيب بشر وعنده خطوط حمر ولا تسألني، ولا لو سمحت لا تتدخل، مو شغلك هذه، خاصة ها هذه خصوصيات، مو من حقك تسألني ليش طلقت ولا ليش أمك كذا ولا أمك وين سافرت ولا شكو أنت ليش أمك طلقت ولا ليش أختي طلقت ولا ليش زوجنا فلان ولا كم راتبك ولا كم عمرك ولا انت اكبر ولا اختك ولا وين راح على هونك على هونك، انت من بحق باي حق تسالني؟ انتبهتم؟ كثير من الناس عنده اشياء ما يبي حد يعرف. شو المرض اللي فيك يا اخي؟ مو شغلك شو المرض اللي فيك، يمكن فيني مرض ما انا قايل لك اياه. ليه ما فعلت كذا؟ ما من قايل لك. اذا كان البشر عندهم اشياء خطوط حمراء ما يسمحون للناس ان يسأل عنها، كيف تأتي أن ترخص لنفسك وتسأل الله عز وجل لما خلق كذا ولماذا حرم كذا ولماذا هذا ينقض الوضوء ولماذا هذا أربع ركعات ولما هذا واجب ولما هذا مكروه؟ من أنت؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. احفظ الآيات هذه ومعانيها، لأن كثير من الناس الآن، هؤلاء بعض الناس اللي ناظر الملحدين، تعال هذا ملحد بيسأل أي سؤال، اللي عنده سؤال يسأل. طيب هذا الملحد بلا حدود سيسأل، هل تجيبه بكل شيء؟ لا، أصلا في أسئلة لا جواب عليها، ما أعلمها لا أنت لا أنا ولا أنت. أعظم الملائكة من؟ جبريل عليه السلام، وخير وأفضلهم، وخير البشر وخير المرسلين وخير الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. قال جبريل عليه السلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بعلم الساعة، لا أنا ولا أنت، في خمس لا يعلمهن إلا الله. يعني ايش المشكلة ان هذا اذا سأل سؤال ما يعلمه الا الله؟ اقول ما اعلم، ولا يحق لي ان اسأل هذا السؤال، ولا يحق لك ان تسأل السؤال. لا، لكنه ملحد، ملحد على نفسه. ترى انا لست مسؤولا ان يقنع كل ملحد، ملحد على نفسه. قل حق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انا اقول له الشرع الذي امر الله به كذا وكذا وكذا، اقتنع آمن فليؤمن، ما يريد ما خلق الله جهنم لهذه الأشكال. أما يدخلني بفلسفة وأدخل معه بالفلسفة، يدخلني بإلحاد وأدخل معه بإلحاد، هذا خطأ ولا صح؟ خطأ، هذا خطأ كبير، ضل فيه من ضل. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله،
ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا بلغ، يعني بلغ فيك هذا السؤال الشيط أحدكم، يعني إيش أحدكم؟ يتشاهدكم، يعني كل واحد، مضاف مفرد إذا ضيف يفيد العموم، يعني كل واحد يأتي الشيطان ويقول له هذا السؤال، من خلقك هذا؟ من خلق؟ من خلق الله؟ أنا ابن فلان وفلانة، وأمي وأبوي ابن فلان فلان، طيب بعدين آخر شيء آدم عليه السلام، طيب من خلق الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغ فليستعذ بالله، يعني من الشيطان، ولينتهي. هذا إيش هذا؟ ليش الحل النبوي؟ والله الذي لا إله، بعض الناس يقول لا، يوم كنا صغار يقولون إذا قالك الشيطان من خلق الله قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عدها اترك الموضوع. لا، بحثناها وجاوبنا عليها، يعني أنت تجاوزت النبي صلى الله عليه وسلم باعترافك والعياذ بالله. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. جاء نفر من اليهود فقالوا جئنا نسألك، نسأل هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله ثلاثة أسئلة، إن أجاب عن اثنين وأحال الثالث إلى الله فهو نبي. طبعا اللي مسوي نفسه نبي شو أخوان لازم يجاوب كل سؤال، ها ولا لا؟ نشوف، كان جاوب على الأسئلة كلها معناه أنه ليس بنبي. إن أجاب على اثنين فهما سؤالان لا يعلمهما إلا نبي بوحي من الله، إن أحال الجواب الثالث إلى الله فهو نبي. يهود عندهم علم من الكتاب، قال جئنا نسألك عن الشبه، كيف يكون الشبه؟ قال إذا علم الرجل مع المرأة فأيما غلب كان الشبه له، هذا وحي من الله علم محمد صلى الله عليه وسلم. قال جئنا نسألك عن أول طعام أهل الجنة، قال كبد الحوت، وحي من الله. قال جئنا نسألك عن الروح، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله عز وجل يسألوك عن الروح قل الروح من ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. إذا روحك التي بين جنبيك، حتى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعلم عنها شيء، ما يعلمها إلا الله عز وجل، جئت أنت تسعى عن كل صغير وكبير عما لا يعلمه إلا الله، أتريد أن تكون مثل الله؟ هذا لا يجوز. قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.